السلام عليكم طلاب، هنا سنبدي محاضرتنا لهذا الأسبوع، اللي هي حقيقة هي امتداد لمحاضرة أخذناها بالفصل الأول، ولكن معظمكم كنتم حاضرين بهذه المحاضرة. فإحنا بما أنه إحنا قيمة زي وتوزيع الطبيعي هسه إحنا بيها، مطلوب من عندكم شلون تعرفون طلعوها من الجداول، أوكي؟ فقررت انه اعيد هاي المحاضرة فقط لانه تتعلق باستخراج قيمة زي من الجداول، اخاف فيكم احد ما يعرفها. لازم تعرفوها لانه هذا في شي موضوع مهم ويجيكم بالامتحان، لازم تعرفون قيمة زي المحسوبة شلون طلعوها من الجداول بعد ما تطبقون القانون. فهسه هنا نبدي بالسلايد الاول اللي هو التوزيع الطبيعي. صفات التوزيع الطبيعي، أول صفة اللي هو يكون متناظر حول المتوسط الحسابي، يعني أنه المتوسط الحسابي يصير بالوسط، أوكي، والجهة اللي على اليمنى هي تساوي الجهة على اليسرى، أوكي. المتوسط والمنوال والوسيط متساويين، يعني إذا مثلا على سبيل المثال إذا قلت لكم أنه توزيع الآتي أو المسألة الفلانية بعد التوزيع الطبيعي استخرج لي المتوسط الحسابي، وهسه عرفتوا انتوا بالمحاضرات نطلع المتوسط الحسابي اللي يعني one population mean. هسه بالمحاضرات الجاية راح نعرف شلون نقارن بين المتوسطات اثنين. بس إذا عرفتوا المتوسط الحسابي قلتلكم انه المسألة بعد التوزيع الطبيعي طلبت من عندكم تحسبوا لي الوسيط والمنوال بالإضافة إلى المتوسط، هي تخلوا لي نفس القيمة، اوكي. ليش؟ لأن توزيع طبيعي إذا ثلاثة هم يكونوا متساويين. هاي المساحة اللي تحت المنحني شنو هي؟ ايش قد قيمتها؟ واحد، واحد عدد صحيح، اوكي. فهاي الصفات الثلاثة بالإضافة إلى هذا الرسم تحفظوه، اوكي، يجيكم إذا يجيكم ضمن 30% الشرح. هسه عندكم هنا هذا السلايد المهم من عنده، فقرتين هاي بالنهاية. المتوسط الحسابي يعتبر معيار مكاني، المتوسط الحسابي يتحكم بمكان التوزيع الطبيعي ورسمه على الاكس اكسس، والانحراف المعياري يأثر على شكل التوزيع الطبيعي، اوكي. يعني من هاي النقطتين نعرف شنو، انه التوزيع الطبيعي يتحدد القيمة من المتوسط الحسابي والانحراف المعياري، هاي هي العوامل اللي تأثر على التوزيع الطبيعي. إذا سألتكم شنو العوامل اللي تأثر على التوزيع الطبيعي، بشنو يتحدد التوزيع الطبيعي، تقول لي متوسط حسابي انحراف معياري. أما إذا أقول لكم فسر لي شنو معنى المتوسط الحسابي هو معيار مكاني، وشنو الانحراف المعياري هو مقياس شكلي، تقولوا لي ترسموا لي هذا الرسم أول شيء، اللي هي أول واحد اللي هو بالأعلى اللي يمثل لنا عندنا قيم، ثلاث قيم مختلفة من المتوسط الحسابي. هذه القيمة ميو 1 هي أصغر من ميو 2، ميو 2 هي أصغر من ميو 3، معناها كل مدة تكبر قيمة المتوسط الحسابي كل ما الرسم شويه ده يزحف نحو اليمين. وترسموا لي هذا الرسم وتقولوا لي إنه معناها كل ما ليش هو يعتبر مقياس مكاني؟ لأنه كل ما تكبر قيمة المتوسط الحسابي يزحف الرسم مع التوزيع الطبيعي نحو اليمين، أوكي، كما موضح في الشكل أعلى. وتكتبوا لي هذه ميو 1 أصغر من ميو 2 وأصغر من ميو 3. هسه هنا هذا الرسم يوضح لي ليش الانحراف الستاندرد ديفيشن، الانحراف المعياري، يأثر على شكل التوزيع الطبيعي. تقولون كل ما يكبر التوزيع، كل ما يكبر الستاندرد ديفيشن، كل ما يكون الرسم مال التوزيع الطبيعي أكثر فلات، أكثر يعني خلينا نقول عرضاً، كل ما يقل يكون أكثر تحدبا. ترسموا لي هذا الرسم وتأشروا لي Q1 ترى هي هذا، Q2 هو هذا الرسم، Q3 هو آخر رسم اللي هو هذا، أوكي. وتكتبوا لي Q1 اللي هي الانحراف المعياري أصغر من الانحراف المعياري الثاني وأصغر من الثالث، أوكي. أتجيكم كشرح. هسه هنا عندنا التوزيع الطبيعي المعياري. طبعا عندنا قبل ما ننتقل لازم تعرفون انه التوزيع الطبيعي، أوكي، هو يعتبر بيج فاميلي بيها ممبرز بيها أعضاء بيها أفراد، أوكي. من ضمن هاي الأفراد هو التوزيع الطبيعي المعياري ستاندرد نورمال ديستريبيوشن، أو يسموه توزيع زي، أوكي. فأول شيء هو رسمه هم يشبه الجرس، بس عنده بيه خصائص اللي هي المتوسط الحسابي دائما يساوي صفر، والستاندرد ديفيجن واحد، والإكس من رسموه تكتبوا لي هنا زي.
هسه عادة احنا عندنا قوانين معينة، ما نعطيكم قيمة زي ويقول لكم روحوا احسبوها من الجدول، لا نعطيكم قانون وتحس نعطيكم فد معطيات بالسؤال وانتم من عندها تطبقون قانون زي، اوكي، وتحسبوا لي قيم زي. هاي القيم اللي تطلع لكم يسموها قيمة زي المحسوبة. هاي القيمة اما تكون سالبة مثل هنا زي يساوي سالب 3 او موجبة. زين، بس المطلوب من عندكم تروحون للجدول، اوكي، وتلقون ايش قد تعادل. اوكي، مثلا هسه رحتوا، هسه قبل ما نوضح الجدول، هسه عندكم قيمة زي ساوي سالب 3، رحتوا للجدول لقيتوا انه من زي ساوي سالب 3 القيمة ايش قد طلعت داخل الجدول، هي 1 بالالف. هسه لازم نفتهم هاي 1 بالالف على هذا الرسم مال التوزيع الطبيعي، هي من وين لوين تمتد؟ شو تمثل لنا؟ من يعني شو تمثل لنا مساحة كمساحة تحت المنحني؟ هاي ال1 بالالف اللي هي قيمة زي الجدولية، اوكي، قيمة زي الجدولية لسالب 3، اوكي، تمثل لنا من الماينس انفينيتي ولحد سالب 3، اوكي، تمثل لنا من ماينس انفينيتي ممتد التوزيع الطبيعي من ماينس انفينيتي إلى موجب انفينيتي، إلى ما لا نهاية من الجهة الموجبة، يبدي من ما لا نهاية من الجهة السالبة وينتهي بما لا نهاية من الجهة الموجبة. هذا اللي إذا عندكم قيمة سالبة ولقيتوها بالجدول، بزنانة 1 بالألف، ممكن تطلع 2 بالألف، 3 بالألف، أوكي، هي تمتد معناها من الماينس انفينيتي ولحد وين توقف؟ لهاي القيمة اللي طلعتوها السالبة، اللي هنا عندنا سالب 3 توقف لحد سالب 3. إذا كان نعطيتكم سالب 2 هم تقولوا تمتد من الماينس انفينيتي ولحد مثلا ماينس 2، باعتبار ماينس 2 ليش اشرت هنا اكبر من ماينس 3، اوكي. زين، هسه زي يساوي سالب زائد 3، زائد 3 موجب 3، رحتوا للجدول لقيتوها ايش قد تعادل؟ لقيتوها تعادل 99%، هي هاي القيمة. زين، هاي معناها شنو 99%؟ من لوين تمتد؟ هم تمتد من الماينس انفينيتي ولحد توقف وين تمتد؟ تمتد توقف لحد موجب 3. احنا عندنا هذا هو التوزيع الطبيعي، بالوسط هو شنو؟ صفر، من ناحية الجهة السالبة ومن ناحية شنو؟ الجهة الموجبة، فيمتد من ماينس انفينيتي ولحد موجب 3. فهاي منا لهنا نجد هي 99%، اوكي. فاذا عادة احنا بالسيلة اذا بقولكم قيمة زي يعني تنحصر بين سالب 3 وموجب 3، اوجد المساحة تحت المنحني، اوكي. هسه راح نعلمكم بالامثلة شلون تلقون المساحة تحت المنحني لما نعطيكم قيمتين زي، حقيقة تنقصون الكبير من الصغير ويطلع، بس في وقتها صراحة اشرح لكم ليش احنا ننقص، اوكي. بس هسه افتهمتوا اهم شي القيم من وين لوين تمتد، لازم تعرفون هذا المفهوم. هسه هنا هذا شيء مختصر للجدول، مثل ما تلاحظون هو ايش كاتب، extracted from table، هذا اخذها من جداول سي، بس اخذ الشيء اللي يفيده، بعدين ساوضح لكم الجدول كليته حتى تشوفوا، يكون شيء عندكم غريب. فمن قيمة زي سالب 3 ومن قيمة زي موجب 3، شلون نلقيها من الجدول؟ عندنا زي سالب 3، عندنا جدول مال زي، شوفوا بعلامة زي، اكو ارقام على يمينه، اكو ارقام يعني عندكم يهمكم اول سطر واول عمود. زين، هسه الرقم، هسه الارقام زي اذا نعطيكم اياها اعداد صحيحة أو أعداد صحيحة وياها عشر واحد، وين أول ما تلقون أول عدد صحيح وأول عشر وين تباعون؟ تباعون على أول عمود، يشوفون هذا العدد الصحيح والعشر الأول، الناس شنو العشر الأول؟ سالب 3.0، أوكي، يعني ما خالين، يعني معناها 0.0. فتدورون هنا سالب 3.0 وينها؟ أوكي، تلقوها تسوون عليها دائرة. هسه ترجعون للرقم، اكو بي عشر ثاني، لان هاي الجداول تقرأ عدد صحيح عشر اول عشر ثاني، هاي تمثل 10، هاي مثل عشر ثاني صفر، هاي مثل اذا العشر الثاني 1، هاي مثل اذا العشر الثاني 2، اذا العشر الثالث 3، اوكي. اسمعوا هنا شنو العشر الثاني؟ 5 صفر. تروحون وين؟ وين العشر الثاني قيمته صفر؟ هي هاي معناها عشر ثاني صفر، صفر صفر معناها هنا صفر عشر ثاني، تسمون عليه دائرة. ستباعون يا رقم يوازيهم اثنيناتهم، يا رقم صاير قدامهم اثنيناتهم، اوكي.
يعني يصير إذا عرسهم خاطئ يصير قدامه واثنيناتهم، هو هذا اختيار الواحد بالألف، وذاك شفتوه طلع واحد بالألف، قلنا الواحد بالألف تمتد من الماينس انفينيتي ولحد سالب 3 دوبر. زين هسه إذا نفس الطريقة إذا عندكم موجب 3، موجب 3 هنا عندكم أول عدد صحيح وأول عشر، وين نلقيه؟ بالعمود الأول. هنا شنو سوى العشر؟ إذا هو 3 معناها زائد 3.0، بس شوف منو 3.0 هياته بالجهة الموجب اللي زائد وياه. زين العشر الثاني ايش قد؟ صفر. نباو يعني وين العشر الثاني؟ هذا العشر الثاني صفر، نرسم عليه السيارة رقم يصير قدامهم اثنيناتهم، نسوي شي خط خط، هذا هو الرقم نحوطه ونخليه بالجواب. فلكم الجواب. هسا هذا السؤال ما مطلوب من عندكم، اوكي؟ هذا ترك، اوكي؟ لأنه ما راح أعطيكم نسبة وتلقوها من الجميع. هذه خلينا نقول تابع للمثال اللي هسه تركناه، هو بنفس الطريقة يحدد، اوكي شوف شلون بده يختار الرقم اللي صار قدامهم اثنيناتهم، لما عندكم القيمة 25 بالألف، اوكي؟ بس هاي نسبة حقيقة، وما راح نعطيكم يعني هاي نسبة، فلازم تدورون أرقام داخل الجدول، وأني أعتبرها يعني ما أريد أجيب لكم إياها لأنه هاي مضيعة وقت، ما تعطيكم 100 رقم وتقولوا لي وين هذا الرقم اللي أنا نسبة نسبة، هاي هنا نسبة، هاي يختلف عن شوي شرحت لكم إياها، فترك بدون ما أصلا تسمعون الشرح. هذا متابع للمثال. هسه هنا هذا اللي يفيده هذا اللي داخل عندكم، أوكي. هسه المثال يقول example given the standard normal distribution، إذا عرفت أن يعني السؤال يتبع التوزيع الطبيعي القياسي، طبعا هو في الامتحان يجيكم سؤال عربي، find the area، أوجد المساحة under the curve تحت المنحني above the z axis اللي هي صايرة فوق ال z axis اللي هي هاي اللي هي محصورة بين minus infinity و 2، يعني من minus infinity ولحد رقم 2 نوقف لحد 2، معناها قيمة زي قد؟ معناها قيمة زي 2، اوكي؟ ماينس انفينيتي مو رقم، لحد الاثنين، اوكي؟ فمعناها نروح للجدول، معناها نروح للجدول مال قيم زي، ونشوف لما عندنا قيمة زي المحسوبة 2، ايش قد تعادل من الجدول؟ معناها نروح على الجهة الموجبة، ونباوع بأول عمود 2.0، اوكي؟ ونأشر وين 2.0 بالموجب، نأشر عليها، اوكي؟ اثنين مالتنا بيها عشر لاخ، لا ما بيها عشر، معناها نروح على السطر الأول بالأعلى، اوكي؟ تأشرون على الصفر، اوكي؟ هنا 2.0 وهنا 2، وترسمون يا رقم بصير قدامهم اثنيناتهم تختاروا، راح تلقون انه هو يساوي 97%، اوكي؟ هذا الناتج اللي لقيناه اللي هي قيمة زي الجدول يطلق عليه النسبة المئوية لقيم زي المحصورة بين 2 وماينس انفينيتي، بعض الأحيان نسميه التكرار النسبي أو نسبة أو المساحة اللي تحت المنحني، أوكي؟ لذلك هسه قبل شوي قلت لكم ترك، مرات أقول لكم أعطيكم أني النسبة أو أعطيكم المساحة تحت المنحني وأقول لكم طلعوا لي هاي القيمة، أني هاي ما أسويها، أوكي؟ هذا هسه المثال اللي تركناه، أعطيناكم هاي وتلقوا لي الاثنين يعني بالمقلوب بالعكس، او مرات اسميه احتماليه، اوكي؟ اما اسميه احتماليه او اسميه نسبه او اسميه تكرار نسبي او اسميه مساحه تحت المنحني، هذا او اسميه النسبه المئويه، هذا كليته، اوكي؟ فاذا اقول لكم اوجد الاحتماليه تبعون انا يعني بس انا يعني بس عاده بالش اسمه واسويها شكل، اقول لكم اخليكم بين قوسين زي حتى تعرفون انا احكي على زي بالامتحان، اعرف الطالب شويه يرتبك، فخليكم اشاره رمز زي حتى تعرفون انه احنا المطلوب من عندنا نحكي على زي، نستخدم قوانين زي وطرق زي. بس هذا هو خلينا نقول الجدول، واللي احنا كان سؤالنا قيمه زي تساوي 2، ف اثنين عدد صحيح، فقلنا العدد الصحيح وأول عشر وين نلقيه؟ بأول عمود، شوف جوا حرف زي مجموعة أرقام، راح نشوف وين اثنين، سؤالنا كان اثنين، اثنين باع على رقمنا كان وياها عشر؟ لا ما كان وياها عشر، يعني شنو؟ 2.0، أوكي؟ هسه هنا المفروض ترسمون دائرة، زين هسه تردون مرة الأخبار على الرقم، أكو عشر ثاني؟ لا ماكو عشر ثاني،
زين يعني وين نروح نأشر هنا يعني صارت تكون دويرة على الصفارة اوكي على القشر الثاني صفر ودويرة هنا على 2.0. السيارة قام يصير قدامهم اثنيناتهم ترسمون هيك خط ويوقف هذا الخط قدام الاثنين اوكي. هنا ترسموا لي خط وتبشروا لي هنا معناها 97% هاي صايرة، هاي 97% صايرة قدام الاثنين عدد صحيح بوين صفر وقدام منو وجوه الصفر صفر، فهذا هو الجواب الصحيح اوكي. تعيدون التسجيل تفتهمون. هسه عندنا مثال اخر اللي هو يقول example what is the probability، شنو هي الاحتمالية that Z انه اختارينا Z picked at random from population، انه اختارينا Z وحدة من بين مجموعة من بين مجتمع مال Z، يعني مجتمع Z بمجموعة ارقام واختارينا وحدة. What the probability، ما هي احتمالية والهاف فاليو Z راح نختارها قيمتها تنحصر بين سالب 2.55 and زائد 2.55 اوكي. هنا شنو؟ احنا ما اعطيناكم رقم واحد لزي، اعطيناكم رقمين، معناها لازم شو تسوون؟ لازم ترجعون مره على الجدول اللي هو الجهه السالبه ومره ترجعون على شنو؟ على الجهه الموجبه حتى تلقون هاي القيمه اوكي ايش قد يعادل لما زي يساوي سالب 2.55 ايش قد يعادل. هي راح تلقون طبعا بشكل عام كل قيم زي السالبة قيمها قليلة، سامي راح يرجع للجدول راح يلقيها 54 بالألف. من يروح 2.55 هسه تعلمنا 2.5 تلقوها من أول عمود، والخمسة بالمئة الثانية تلقون منو خمسة ترسمون هنا دائرة أوكي، هنا دائرة وشوفون يا رقم صاير قدامهم اثنيناتهم هو هذا اللي تختاروا وتنزلوا. زائد 2.55 ايش قد لقاها؟ لقاها 99%. هسه الفكرة من نعطيكم رقمين ونقولكم اوكي اوجد قيمة الزي اللي تنحصر بين هالرقمين اوكي، شو تسوون انتو؟ نقصون الرقم الكبير ناقص الرقم الصغير. هسه ليش هسه يطلع لكم هذا الجواب؟ هسه احنا ليش بنسوي ناقص؟ اوكي هسه نجي لي تفسير طريقة الحل بهذا الشكل. هسه سالب 2.55 ايش قلنا؟ معناها تمتد من الماينس انفينيتي وتوقف لحد وين؟ توقف لحد هنا 2.55 اوكي؟ زين هسه زائد 2.55 مين تمتد؟ هم من الماينس انفينيتي وتمشي تمشي توصل لحد 2.55 اوكي؟ هو شي يريد؟ يريد قيمة زي المحصورة بين هالرقم وبين هالرقم، ما يريد من الماينس انفينيتي لحد هنا. واثنيناتهم سواء كانت سالب او موجب اثنيناتهم مروا من الماينس انفينيتي وشنو؟ هنا هاي هنا وقفت لحد هنا وهذا شنو كمل لحد 2.55. احنا نريد شنو؟ نريد فقط هاي المساحة، هاي من ماينس انفينيتي لحد هنا ما نريد. زين هسه حتى نتخلص من عدها شو نسوي؟ اوكي نتخلص من عدها نهاية شلون نتخلص؟ يعني لازم نطرح اوكي نطرحها. زين شلون نقوم بهذا العمل؟ اوكي من ماينس انفينيتي لحد هنا هذا هو الرقم الكبير، نطرح من عنده من ماينس انفينيتي لحد هنا. منو من ماينس انفينيتي لحد هنا ايش قد كانت؟ كانت 54 بالالف. ننقصها هاي منين؟ ننقصها من الرقم الكبير اللي هو من ماينس انفينيتي ولحد هذا الرقم، تخلص فقط من هالجزء لان يعني هذا الجزء ايش قد قيمته؟ 54 بالالف. اوكي منا لهنا هي 54 بالألف، فنطرح هاي 54 ألف من كل هاي القيمة الكبيرة، أوكي يطلع لنا الفرق اللي هو هذا الرصاص اللي هو نأشره. هسه هنا هاي جهة موجبة حتى نشوفكم، هسه درسنا على الجهة السالبة، هسه نشوفكم 2.55، هسه 2.55، هسه أول عدد صحيح أول عشر وين نلقيه؟ نلقيه هنا بأول عمود، أوكي أول عمود جوه زي. هذا زي نشوف شنو الأرقام 2.5 2.5 الخمسة الثانية نلقيها من غير مكان. بس هاي 2.5 هاي 2.5 تأشرون عليها هنا 2.5 أوكي سووا لي دورة. هسه الباقي الرقم الثاني مالتنا بي شنو؟ ب 2.55 يعني العشر الثاني هم خمسة. العشر الثاني وين نلقيه؟
باو، هاي هنا معناها هاي الأرقام كل هاي معناها شنو؟ ماكو عشر، صفر العشر الثاني، هنا عشر واحد، العشر الثاني اثنين، العشر الثاني ثلاثة، العشر الثاني أربعة، العشر الثاني شنو؟ خمسة. نرسم دويرة هنا، صعدنا دويرة هنا ودويرة هنا. السيارة قام يصير قدامهم اثنيناتهم، أوكي؟ هذا يصير قدامهم اثنيناتهم، ترسموا لي دويرة هنا 99%. هذا يصير قدام، دا نرسم سهم يصير قدام 2.5، يصير جوا 5%. يعني احنا الرقم مالتنا يقرأ 2.55. اوكي، بس شنو الرقم اللي يوقع قدامهم؟ اللي هو هذا 0.9949، يصير قدامهم اثنيناتهم. بس ترسمون انتو يومكم في الخط، اوكي، تتبعون تشوفون هذا يصير قدامهم. ساعدكم دويرة هنا ودويرة هنا ودويرة على اختياركم اللي راح تختاروا. تقدرون انتو ورقة الامتحان راح تكون مالتكم، ترسمون الخط وتوقفون لوين؟ يكون لازم فشي يصير جوا 5.5. اوكي، هاي لما رقمكم يساوي، لما الرقم زي المحسوب 2.55. اوكي، بالسالب نفس العملية، بس تروحون على الجهة السالبة راح تشوفون نفس الشيء، هم سالب 2.5 وهناك 5، يعني بنفس الطريقة. هسه مثال آخر، what proportion of z، ما هي نسبة قيم z are between سالب 2.74 و 1.53. هسه هم اعطيناكم قيمتين زي، تروحون على الجهة الموجب السالبة، تروحون على جداول زي السالبة، تلقون ايش قد يعادل هذا الرقم. اوكي، راح تلقوا 31 بالالف، تروحون على الجهة الموجبة 1.53، تلقوا 93%. بنفس الطريقة اللي هسه قبل شوية حكيت بيها، عندكم عمود وعندكم من هنا افق، من هنا تلقون اول عشر، أول رقم صحيح وأول عشر بالعمود، وهنا تلقون وترسمون وين رقمكم، توقفون ترسمون، هنا تلقون العشر الثاني وشوفون منو يا رقم يصير قدامهم اثنيناتهم، هو هذا الرقم تختاروه وتنزلوه. المهم لقى هذا يساوي 96 والسالب يساوي 31، بما أنه هو يريد المساحة between them، يريد المساحة المحصورة بيناتهم، نفس السبب السابق نطرح الكبير من الصغير حتى نطلع فقط هاي المسافة محصورة بيناتهم. ما نريد من الماينس انفينيتي لحد هنا، ماينس انفينيتي لحد هنا حسب هذا الأجوبة شقد هي 31%. نروح سالب 2.74 للجداول مال الزي، فاعل الجهة السالبة سالب 2.74 شقد تساوي؟ راح تلقوها 31 بالألف. هاي 31 بالألف تمثل لنا من ماينس انفينيتي لحد سالب 2.74، هاي احنا ما نريدها. هو يريد يقول يريد المساحة من سالب 2.74 لحد 1.53. هاي شلون تحصلوها؟ تطلعون هاي القيمة من الجدول، تطلعون هاي القيمة، تروحون الكبير من الصغير، تعرفون المساحة المحصورة اللي هو نضللها بالرصاص. هذه هي الجداول السالبة، اوكي، هذا الجدول السالب، أخاف ما عندكم ما خليته أني، أوكي؟ فنفس الطريقة شوفون قد، خلينا نقول الرقم يعادل اللي هو كان، خلينا نقول الرقم اللي طلعه هو 31 بالألف، أوكي؟ 31 بالألف، ما نسيت الرقم إيش قد، أوكي؟ نسيت ما أتذكر. تويامكم وتتبعون، ما أعرف، بس هو هاي 31 بالألف، لربما كان الرقم سالب 2.7. إذا هذا الرقم هو الجواب الصحيح، لا هاي مو بالألف، هاي بال10 آلاف حقيقة. فماذا أتذكر الرقم مستخدمه، بس راح من بالي. ثلاثين بالألف، 32، ها 31 بالألف، جوز هذا، ما أعرف، إذا 31 بالألف، أوكي، فالرقم هو كان سالب 1.8،
سالب 1.86، إذا هيج الرقم مال زي يطلع لكم هذا مال الذكر، ترجعون وتتبعون شلون علمتكم. أول عدد صحيح وأول أشهر تلقوه هنا، ترسمون دائرة عليه وشوفون بعدين العشر الثاني شقد 6%، وشوفون يا رقم يوقع قدامهم اثنيناتهم تختاروا. هسه هنا مثال آخر في توزيع طبيعي معياري ما المطلوب حساب احتمالية. من لكم احتمالية معناها شنو بالامتحان، خليكم بين قوسين زي حتعرفون هي الاحتمالية، مو ذيك الفصل الاحتمالية، انما زي ما احتمالية ان تكون قيمة الانحراف المعيار القياسي. هم تعرفون انحراف المعيار القياسي معناها زي اكبر او تساوي 2.71. يريد قيمة زي اللي اكبر اللي يساوي 2.71 واكبر، ما يريد اللي قبلها. يعني هسه احنا اذا رسمنا التوزيع الطبيعي القياسي خلينا 2.71، اوكي هو شو يريد؟ يريد تساويها واكبر، يريد هذه، ما يريد من الماينس انفينيتي لحد هنا. اوكي انتو من عندكم هذه ايش راح تروحون؟ راح تروحون للجدول، اوكي راح تروحون للجدول الجداوزي الموجبة وتشوفون 2.71 ايش قد تعادل. اوكي تلقون 2.7 من العمود الأول، وال1 تلقوه من هنا من الأفق الأول من السطر الأول، وشوفون يا رقم يصير قدامهم اثنيناتهم راح تلقوا 99%. اوكي 0.66. زين هذا شي يمثل من تلقون هذا من عندكم قيمة زي هلقيت اوكي 2.71 ولقيتوا بالجدول 0.9961، هاي شو تمثل؟ تمثل من الماينس انفينيتي ولحد 2.71. يعني شنو 2.71 واصغر من هنا من سالب الانفينيتي ولحد هنا. هو شو يريد بالسؤال؟ انتبهوا، يريد المساحة اللي تجي بعدها اللي اكبر، اوكي 2.71 واكبر. بما انه احنا قلنا هاي المساحة كلها تحت المنحنى ايش قد تساوي؟ 1. اوكي اوكي فاقول المساحة الكلية اللي هي 1 اوكي ناقصا من الماينس انفينيتي لحد هنا شو يطلع لي؟ يطلع لي المتبقي اللي هو 2.71 واكبر. فلذلك هو قال 1 ناقص الرقم اللي طلعته من الجدول لما قيمة زي يساوي 2.71 يطلع لكم 34 بالالف اللي هي شنو؟ اللي هي تمثل خلينا نقول هاي المساحة المتبقية من هنا لهنا. اوكي فهسه هنا الفكرة كانت انه تأكد على انه القيمة اللي طلعوها من الجدول تشوف امتدادها، تعرفوه من وين لوين. يعني هو من كانت قيمة زي 2.71 رحتوا للجدول لقيتوها 99.66، دا اعيدها، هاي 0.996 هاي تمتد من الماينس انفينيتي لحد توقف وين؟ 2.71. اوكي هاي صحيح اذا كان مطلوب انها اوجد الاحتمالية لما نزيد تساوي هالقد، لكن هو ايش يقول؟ اريد لا، اريد اكبر او تساوي 2.71، اريد ما يريد من ماينس انفينيتي ونوقف لحد هنا، يقول هاي كلها ما اريدها، انا اريد اللي بعدها. فانتو شو تسوون؟ طلعون من ماينس انفينيتي لحد 2.71، اوكي؟ اللي هي لما قيمة زي يساوي 2.71 راح تلقوها 99، وتقولون 1 ناقص هاي المسافة كليتها، ليش 1؟ لأن المساحة تحت المنحني شوية ذكرناها 1، 1 ناقص هاي المساحة كلها يطلع لكم المتبقي اللي هو أكبر من 2.71 اللي يعادل 34 بالـ10,000 أو سوري. هسا هذا المثال عندكم هو بالإنجليزي ومترجم هنا بالأسفل. حقيقة إنه هسا أخذنا إحنا نعطيكم قيمة زي. حقيقة زيت مرات يعني خلينا نقول تنحسب، خلينا نقول اما محسوبة نعطيكم اياها تروحون فقط على الجدول، او اعطيكم معلومات انتم تستخدموها في قانون زي الخاص مثل ما شفتوا هسه بالمحاضرات اللي اوريدي اخذناها. اكو زي الى قانون، اوكي هذا القانون شنو بي؟ بانحراف معياري وبمتوسط حساب. يعني انا حاعطيكم بالسؤال معلومات، اوكي فمن اعطيكم هيجي معلومات معناها تطبقون القانون
اوكي يطبقون قانون طلعوا القيمة الزي، صح؟ صير الحال عليكم شوية اطول، يعني تطلعون قيمة الزي المحسوبة وراها تروحون على الجدول حتى تحلون حتى يكمل السؤال، يعني صار خطوتين لكم. اوكي فانتوا تخلون ببالكم الزي يا اما اعطيكم اياه مباشر، اعطيكم قيمة الزي وتروحون بس على الجدول، لو اعطيكم معلومات اولية انتوا استخدموها تخلوها قانون زي تعويض مباشر، تطلعون قيمة الزي المحسوبة بعدين تروحون على الجدول القيمة الزي الجدولية. هسه هنا المثال يقول في دراسة أجريت على 529 طفل في طور النمو تحديد طول الفترة بالساعات يقضيها الأطفال في وضع الاستقامة upright position، حيث ارتدى الأطفال الخاضعين للدراسة لجهاز المراقبة، دول الأطفال حتى يراقبوهم دول 500 خلوا دبسوهم في الجهاز المراقبة، قد وجد الباحثون أن بقاء الأطفال بوضع الاستقامة يخضع للتوزيع الطبيعي. أوكي هسه راحتوا هنا نحكي على التوزيع الطبيعي. هسه ورا هذا شوف شو احنا جدا نعطيكم معطيات. كان المتوصل الحسابي الاكس بار 5.4، انحراف المعياري 1.3، المطلوب حساب احتمالية بين قوسين راح اخليكم زي. اوكي ان يعني يختار طفل بشكل عشوائي ويقضي اقل من 3 ساعات بوضع الاستقامة، هاي 3 تي اكس. اوكي على قانون زي، قانون زي شي يقول اكس ناقص، اوكي اكس ناقص المتوسط الحسابي على شنو قيمة الانحراف المعياري، فمهم عوض الارقام اللي مطيتكم اياها اني بالسؤال تعويض مباشر. اوكي طلعت قيمة زي المحسوبة سالب 1.85. احنا قبل شوية هسه بالأمثلة كل عشان تعطيكم قبل قيمة زي، إذا علمت أن قيمة زي وتروحون على الجدول، هنا هسه اللي صار طيكم قيمة إكس وطيتكم المين والستاندرد ديفيشن، عوضتوها بهذا القانون. أوكي طبعا كان المفروض أخليكم القانون، يلا احتمال أخليكم إياه ولو موجودة تكون بالمحاضرات، بس أنا ورا ما أخليكم إياه سبمت للمحاضرة راح أكتب لكم القانون، أقول لكم السلايد الفلاني كان ناقصكم القانون اللي هو هذا. اوكي حتى خاف يصير واحد عنده باكي. تطبيق مباشر طلعتكم قيمة زي المحسوبة، هسه تروحون على الجدول the value of z we seek then، نروح على جداول زي الخاصة ونشوف جهة، تروحون على الجهة السالبة اللي سالب 1.85، نشوف شقد تعادل. اوكي شقد تعادل قيمة جدولية، نتبع نفس الطريقة 1.8 شوفوها بأول عمود سالب 1.8 أشروها زين. هسه الرقم ويا عشر ثاني اللي هو 5% تبعون منو 5% فوق تأشروها، شوفون يا رقم صار قدامهم راح تلقون إنه هو قيمته تساوي قد 32 32 بالألف 32 بالألف. أوكي هسا عندكم هوم وورك اللي انا بدي اكد عليه، انه اكد على انه تعرفون تطلعون قيمة زي من الجدول، سواء انتو طبقتوا القانون طلعتكم قيمة زي المحسوبة اوكي، او انا اعطيتكم قيمة زي المحسوبة قبل، المطلوب عندكم تروحون للجدول تطلعون قيمة زي الجدولية. هسا اريد اتاكد كلكم تعرفوها، فسويت لكم هوم وورك اللي يقول احسب قيمة زي الجدولية، تروح يعني اريد زي اللي طلعوها من الجدول شقد زين، اذا علمت ان قيمة زي المحسوبة، اذا زي المحسوبة اوريدي محسوبة باستخدام القانون مطيتكم اياها سالب 65%، يعني ساعدكم زي سالب 65%. اوكي تروحون للجدول تشوفوا لي اياها شقد، هذا القيمة اللي تلقوها بالجدول تدزوا لي اياها، هذا جواب الهوم وورك مالتكم. اوكي محاضرتكم الثلاثاء انا اتوقع الاربعاء الظهر الاجوبة كلها عندي. اوكي ماكو داعي للإطالة لأنه سؤال جدا بسيط. شكرا جزيلا وأتمنى تكون المحاضرة سهلة.